ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على برج الحوت، توقعات الاسبوع الثالث لشهر سبتمبر لعام 2022. مبدئيا كده برج الحوت احنا عندنا خلال الاسبوع الثالث هيكون في ايام كتير جيده جدا، وفي ايام اقدر اقول انها نوعا ما مش احسن حاجه في نقاط معينه طبعا. طيب برج الحوت، اول حاجه عايزين نتكلم عليها هي طاقه الايام الخاصه بالاسبوع ده، وبعدين نتكلم على الوضع المهني والاخ. احنا بنتكلم على توقعات الاسبوع من يوم 16 ليوم 22. ما زالت الشمس موجوده ببرج العذراء طيله الايام دي، بالنسبه لك ده طبعا بيأثر تأثير ايجابي جدا جدا من حيث الامور الخاصه بعلاقات وشراكات جيده واشخاص هيكونوا داعمين. هوضح لك التأثير ده دلوقتي بعد ما اتكلم معاكم على موضوع الايام الافضل والايام الغير افضل. الايام اللي هي بالنسبه لك غير افضل، نتكلم لان هما نقاط محدده، يعني يوم 16 ويوم 17 الوضع العائلي هناخد بالنا بس من الضغط العائلي والمشاكل العائليه والخلافات العائليه والنقاشات العائليه الحاده. خلي بالكم كتير من التعاملات الماليه في الوضع العائلي هنا، بس ده النقطه اللي هناخد بالنا كتير منها. وهناخد بالنا يوم 21 ويوم 22 من الشأن الصحي والتهور بصحتنا، انك تتهور في حركه، في اجراء، في سواقه. خلي بالكم كتير من التهور لان ده هيأثر كتير على الوضع الصحي، خاصه الناس اللي بتلعب رياضه. خلي بالكم كتير من حركه الحركه في الرياضه بتاعتكم. طيب الايام الافضل بقى الجزء الثاني من يوم 18 19 20، الايام دي هتبقى حلوه كتير ليكم. القمر هيبقى موقعه ببرج السرطان، وده بالنسبه لكم المنزل الخامس، فيكون عندك العديد من البدايات الجيده. خطواتها هتبقى مميزه قوي قوي، هيبقى عندك عده انفراجات، هيبقى في بدايه ليها علاقه سواء بامور مهنيه او امور عاطفيه، ولكن في كلتا الاحوال هيكون عندك البدايه مشرقه كتير، او الخبر الصار المتواجد في الايام دي هيكون حلو جدا. هيبقى بالنسبه لك حاجه ليها علاقه بحلول، يعني هتلاقي حل المشكلة، هتلاقي حل ببداية جديدة، هتلاقي خطوة مميزة بتقابلها. فبالنسبة لك عندك في أيام هتبقى لطيفة جدا، اللي هي الأيام دي. الأيام دي تعمل فيها إيه؟ الأيام دي حاول على قد ما تقدر إن أنت تتخذ خطوات جيدة، مشاوير تخلصها، إن أنت لو عايز تبتدي مشاريع، عايز تصلح علاقات، عايز تتخذ خطوات، بالنسبة لك الوقت مناسب جدا جدا ليكم. الوقت هتحس إن هو فعليا بيدعمك، فحاول على قد ما تقدر يا برج الحوت انك تستغل الايام دي لدعم ذاتك. بالنسبه لتاثير الشمس، هتحس كتير ان في شراكات هتبقى جيده، في اشخاص هيكونوا داعمين ليك جدا، هيكون في اشخاص هيبقوا بيساعدوك كتير طيله الاسبوع، هيكون عندك في حلول، حد بيعرض عليك حلول، حد بيعرض عليك عروض متميزه، هتحس ان انت افضل احسن، ان انت متناغم فكريا اكتر، فهتحس باجواء لطيفه وسعيده كتير ليكم يا برج الحوت. برج الحوت الامور المتعلقه بالشان المهني خلال الاسبوع ده زي ما قلت لك الجزء الثاني من يوم 18 19 20 هم حلوين كتير لبدء خطوات مهنيه، لانك الايام دي هتقدر ان انت تخرج بره طاقه كسل وتبتدي وعندك طاقه بدء فيهم، وهيبقى عندك كتير من الاشخاص اللي بيدعموك فعليا يعني. لكن هيكون عندك كمان يا برج الحوت الوضع المهني، ان انت بتفكر اكتر، يعني الايام الباقيه بتفكر اكتر ما انت بتاخد خطوات، يعني ممكن تكون تفكيرك مليون في الميه بيبقى رائع جدا ومميز كتير. فكره ان انا عايز ابدا خطوه مهنيه كذا، عايز اجتهد مهنيا في كذا، عايز ان انا اكون متالق مهنيا في كذا، لكن الفكره كلها ان انت كمان هيكون عندك كسل شويه، يعني عايز اعمل حاجه مهنيه جامده قوي وعايز انجح والخطوات اهي والقرارات اهي وعامل خريطه لنفسك جدا حلوه، بس الفكره كلها ان انت وقت التنفيذ بيبقى فيه كسل، بيبقى فيه خمول، بيبقى فيه تراجع، فده بيأثر طبعا حسب تأثير عطارد المتراجع ببرج الميزان، وده بيأثر كتير عليك فعليا. المنزل الثامن بالنسبه لك منزل العمل اساسا، فاذا في اصلا تراجع في الشأن المهني بالنسبه لك من حيث ان انت تقدر تاخد الخطوه الفعليه. بالنسبه لك عندك كمان هيكون في طاقه مشاريع، عمل اضافي، استرجاع عمل، هيبقى عندك طاقه ليها علاقه بهذا الامر، يعني عايز تسترجع عمل جديد، عندك عمل قديم، قصدي عايز يعني ارجع لشغل القديم، عايز اعمل مشروع جديد، عايز اعمل ابتكار حلو، ففي ده متواجد عندك جدا، بتحاول ان انت تثبت نفسك وتثبت اقدامك، بس كله لو انت خدت خطوات تنفيذيه
هتبقى اقوى، هتبقى احسن، هتبقى اشد، يعني الدنيا هتبقى بالنسبه لك هتبقى الطف كتير. ده بالنسبه لبرج الحوت. بالنسبه للامور الماليه، الوضع المالي حاول على قد ما تقدر ما تدبسي نفسك في امور ماليه، يعني ما عارف فكره اللي هو حاول تحسب خطواتك الماليه صح، واعمل نظام لاولوياتك الماليه. خلي بالك من مصاريفك، يعني اصل عندك مصاريف كتير. اي نعم بتحاول تسترجع مال او مستحقات، او ان انت مثلا ليك مال عند حد فبتحاول ان انت ترده، او امور قانونيه او قضائيه بتحاول كتير ان انت تخلصها او تنجزها. الا ان يا برج الحوت انت هيكون عندك محتاج ان انت تظبط مصاريفك اكتر، محتاج ان انت تظبط اولوياتك الماليه اكتر، فدي نقطه انت محتاجها جدا وخلي بالك منها فعليا جدا. الوضع العاطفي، الامور العاطفيه كوكب الزهره بوجود برج العذراء ده بيأثر كتير عليك بمنزل الشراكات. هيكون عندك كتير في خطوه ليها علاقه بطرف، هيبقى في تناغم اكتر، في مشاركه اكتر في الكلام في التعامل، فيكون في كتير من ان احنا بنحاول نعمل ارتباط متزايد ما بيننا وما بين الحبيب. هتبقى بتحاول تجذب الحبيب ليك اكتر. كتير من الناس اللي مش مرتبطين هيكون عندك خطوات بدء في علاقات عاطفيه، كخطوبه، كجواز، كبدايه، يعني عندنا بدايه عاطفيه هتكون متواجده، مشاعر حلوه هتكون متواجده. بالنسبه للناس اللي هم ببدايات العلاقات هيكون في كتير من الحب، من المشاعر، من الرومانسيه، من مهادات بعض بكلام حلو احنا بنقوله لبعض، ففي ده، ففي كتير من الارتباط المتزايد. خلي بالكم من العين ومن الحسد، لان عندكم عين وحسد كتير في المساله العاطفيه. بالنسبه للناس المرتبطين بالفعل هيكون، او الناس المتجوزين، هيكون عندك كتير دعم من الحبيب، او ان انت بتدعم الحبيب في خطوات ليها علاقه بيه، ان انت عايز تبقى علاقتك تبقى افضل من قبل، فبالتالي بتحاول تحافظ على استقرارك العاطفي اكتر، بتحاول تحافظ على ان يبقى في تناغم في العلاقه العاطفيه اكتر واكتر. بالنسبه كمان لحاجه تانية، ان هيكون في مساعي لمواليد، او فكره ان احنا نكون بنربط مستقبلنا ببعض اكتر، يعني بنحاول نصلح علاقتنا او يبقى في مواليد ما بيننا تربط ما بيننا اكتر. بالنسبه للناس اللي هم منفصلين من اصحاب برج الحوت، هو الماضي ندمان عليك قوي، الماضي بيفتكرك جدا لدرجه ان انت ممكن تكون بتحلم بالماضي، او ان انت بتقعد تفتكره كتير قوي، وده نتيجه ان هو بيشدك من خلال، يعني مش عايز اتكلم على علم الطاقه، بس بيشدك لان هو بيفكر فيك اكتر، من كثرة تفكيره فيك فانت بتنجذب ليه او بتتشد ليه جدا. ده بالنسبة لي الوضع العاطفي. الامور كمان العائلية بقى، الامور العائلية عاطفية خلي بالك كتير، لان ممكن يحصل فيه جدل عائلي عاطفي، يحصل بعض المشاكل العائلية عاطفية بالنسبة لك، خاصة يوم 16 و17، هتاخد بالك كويس قوي. الامور العائليه هيبقى فيه كتير من العلاقات والزيارات والود واتصالات، بس خلي بالكم من كلامكم، مش كل العلاقات ان يبقى فيه، او مش كل ان يبقى فيه لقاء او ترابط اكتر فاحنا نتكلم ونبقى بنحكي لا، خلي بالكم كويس قوي، لان كثره الكلام هتبقى حاجه بتدينك في الاخر. ممكن يكون انت تتكلم كلام، الكلام ده ينتقل من فلان لعلان لفلان لعلان، فدي حاجه هتبقى نوعا ما مش لطيفه يعني، فلازم تاخد بالك كويس قوي من كلامك ومن افعالك وتصرفاتك، لانها قد تنقل للغيره. النقطه اللي بعد كده في الوضع العائلي، هيبقى عندك اجواء ليها علاقه بانك مجبر على زياره عائليه، يعني في حاجات متعلقه بمثلا مريض او حد انت بتزوره، فهيكون في اجواء ليها علاقه بان انا مجبر ان ازور فلان، اني اتصل بعلان، اني ازيد ترابط مع فلان او علان، ففي ده جدا تمام، فهتحس بالنقطه دي. الوضع الصحي ليكم انتوا نفسكم هتاخدوا بالكم، يعني انتوا نفسكم هتاخدوا بالكم على الشأن الصحي الخاص بيكم او خاص بحد من المقربين لكم من الدرجه الاولى، فخدوا بالكم من الشأن الصحي كويس قوي، نظام فيتامينات، نظام اكل، نظام شرب، ما بلاش الاكل اللي هو مش مضمون او نظام اكل مش مضمون، خلي بالكم جدا. الامور المتعلقه برضو بالمجازفه او التسرع في قرارات، خلي بالكم كويس قوي، الموضوع مش متطلب تماما اي مجازفه في قرارات او المجازفه في رأي او الجو ده، لا خلي بالكم كتير، زي ما انا قلت لكم ان احنا مش هنتكلم اكتر، يعني هخليك ان انت تسمع اكتر ما تتكلم، دي النقطه الافضل ليكم جدا. هيكون عندكم اهتمام كتير بآراء الاخرين، ودي نقطه احذروا منها لانها هتأثر كتير على العامل النفسي بالنسبه لكم، فبرضو دي من النقاط اللي لازم تكونوا حذرين منها.
مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، بس بتمنى كتير اني اكون فدتكم، بتمنى لكم اسبوع سعيد عليكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه تفعيل الجرس. سلام.